التنافسية والاندماج المحلي والسيادة الصناعية كلها رهانات يواجهها اليوم اقتصادنا، ويأتي برنامج دعم الابتكار الصناعي الخاص بتعزيز البحث والتطوير والابتكار استجابة لاحتياجات المقاولات والقطاعات الصناعية من حيث تمويل مشاريع الابتكار والبحث والتطوير الصناعي، مما يجعل من الابتكار رافعة حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية في هذا المجال. ومن شأن هذا البرنامج أن يسمح بمواكبة 100 مشروع سنوياً بميزانية سنوية تبلغ قيمتها 300 مليون درهم تخصصها الدولة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، وذلك عبر صندوق دعم الابتكار. وسيتجلى هذا من خلال دعم مباشر من الدولة عبر عرض متكامل يعمل على 3 مستويات: دعم التثمين الصناعي أو التجاري لبراءات الاختراع مع دعم مالي بنسبة 80% يصل إلى 1 مليون درهم لكل مشروع، دعم ثاني لمشاريع البحث والتطوير والابتكار المتعلقة بتطوير منتجات ابتكارية، وستستفيد هذه المشاريع من دعم مالي بنسبة 60% يصل إلى 4 ملايين درهم لكل مشروع، وأخيراً دعم التصنيع في المرحلة التجريبية للمنتجات المبتكرة بنسبة 30% وبحد أقصاه 5 ملايين درهم لكل مشروع. والمقاولات الصناعية المؤهلة للاستفادة من هذا الدعم هي كافة المقاولات الخاضعة للقانون الخاص المغربي، المقاولات التي لها رقم معاملات يفوق أو يساوي 10 ملايين درهم، المقاولات الناشئة التي هي في طور الانطلاق مع تقديم مخطط عمل يمتد على فترة لا تقل عن 3 سنوات، منها 1 سنة على الأقل تنص على رقم معاملات يتجاوز 10 ملايين درهم. وبمجرد إطلاق طلب اقتراح المشاريع المتعلق بهذا البرنامج الجديد، يتعين على المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج إذا عمل في ترشيحها. وفي نهاية عمل الاختيار، تقوم لجنة التتبع المنبثقة عن صندوق دعم الابتكار بالمصادقة على المشاريع المختارة لبدء مراحل التعاقد والتمويل والتتبع، ويمكن إيداع الترشيحات الخاصة بهذه الدورة الأولى من طلب اقتراح المشاريع في أي وقت، وذلك حتى تاريخ 15 دجنبر 2023.